السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. معني العكوزات أختي تورية، غنقول لك استمري على كلمة لا إله إلا الله، استمري على الصلاة على النبي، وفي سجودك أكثري من الدعاء، ربي يزول لك العكوزات. واقرأي كل ليلة 7 مرات سورة الليل، سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قرأي هذه السورة المباركة 7 مرات كل ليلة، من شأنها أنها تزيل كل العكوسات وكل الموانع بفضل الله وجود الله وكرمه. هذا كلام قاله بعض الصالحين وأمر مجرب. ياما أناس عندهم عكوسات، إما في الزواج أو في العمل أو في الدراسة أو في الحياة العامة، ديما هو من تبعوا عكوسات، او كيقول تبعني النحس، فين ما مشيت ما كندير والو. حينما تقرا بصدق ويقين واخلاص هذه السوره المباركه سوره الليل مساء قبل ما تنعس 7 مرات، ان شاء الله تعالى قريبا تزول عنك كل العكوسات ويعطيك الله تعالى القبول والتيسير. فاسال الله الكريم المتعال مقسم الارزاق ان يقسم لك رزقا عظيما ويعطيك اختي ثريا زوجا صالحا وذرية طيبة وحظا سعيدا في الحياة، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اصبري وصابري، الصبر هو الذي يجلب لنا الحظ العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله يكمل لك الرجاء وحقق لك الأمنيات. السلام عليكم. اللهم أمين يا لا رب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.